شانفلوري سامبلومون بو. لأول مرة بعالم البروتيين وحصرياً من شركة شانفلوري للتجميل، نقدم لكم المنتج الجديد بخلاصة حبوب القهوة البرازيلية الفاخرة، منتج خالي من الفورمول. تتركز مكوناته من الطبيعة، يعالج جميع مشاكل الشعر، آمن على الأطفال والحوامل. يتكون بروتيين شانفلوري من مكونات طبيعية وعضوية مثل خلاصة القهوة والزيوت الأساسية والبروتينات، ويعمل على محاذاة ألياف الشعر وتغذيتها بعمق. يحتوي بروتيين شانفلوري على نظام غرين كومبلكس، وهو مركب نباتي ويعمل على إصلاح وتنعيم الشعر بشكل مكثف. ما يميز هذا البروتين أنه ليس من الضروري غسل الشعر بشامبو كلاريفيون عند الاستعمال، لأنه غني بمزيج من الأحماض مثل حمض الأسبارتيك وحمض الجلوتاميك. إذا كان الشعر متسخاً، يمكنكم استخدام شامبو شانفلوري لغسله. بشطف الشعر بنسبة 70% باستعمال منشفة فقط. قسم الشعر إلى 4 أقسام. ما يميز هذا البروتين أن 50 ملل كافية لطول هذا الشعر. ضع البروتين على 1 سم من الجذور، واستخدم فرشاة ومشط. وزع المنتج بالتساوي على كامل طول الشعر. دع المنتج لمدة 50 دقيقة. حافظ دائماً على أن يكون الشعر مستقيم. شطف الشعر بالماء الدافئ أو البارد دون شامبو، وإزالة 70% من المنتج. أما بالنسبة للشعر الأشقر، شطف 100% قبل استعمال جهاز الكي. لتمليس الشعر، قم أولاً بتجفيف الشعر من أعلى إلى أسفل باستخدام يديك أو بمشط عادي. بدأ تمليس كل قسم من الجذور إلى الأطراف، دون توقف تمليس كل قسم حوالي 15 مرة عند 230 درجة مئوية. شطف الشعر بالماء الدافئ أو البارد دون استعمال الشامبو. ضع ماسك شانفلوري فور انتهاء العملية على الشعر المبلل، يترك لمدة 3 دقائق ثم يشطف. قم بتجفيف الشعر من أعلى إلى أسفل باستخدام أصابعك أو الفرشاة.